عض علي بني لا تركش بالي هلا عض ايه خليك شادد ايه علي مزيان علي شو بدك تحلي ها الله انت اللي بدك تحلي قوم عمي قوم الله يرضى عليك رغرغ مي وملح ايه الله بدنا نكسب رفتك شوي رفقت دينوي مغفر سمعوا مقدم فيك بلاغة كم يوم سمعوا يا الله واسمع لي يا بدودك في مذكرة احضار لحضرتك شو ها؟ احضار شو؟ القصة كلها قانونية وبالنظام وبالاصول تفضل وينك يا بي؟ يا بي مشان الله لك انت ما عاد استحيت على حالك لك سمعه ما عاد استحيت على حالك تبع شو عم تحكي يا سامع ان شاء الله ما تقلي لك يا عيب بعدك بعدك شو الله يرضى عليك يا تورستر روح على الجامع روح بدي روح عمي موسك عمي ليش عم تحامله ليش عم تحامله عمي طول بالك بروح عمي على الجامع روح الله يرضى عليك سامعك بعدين عصام عصام ما بده بدل يا عمي شوف شو عم يساوي فينا مشان الله والله فحمان ما بده بدل يا ابني الله يرضى عليك يلا روح على شغلك ابوك بدبر حاله يا ابني روح لك شو هذا العصام بده كل خمسة لك يا عمي الله يعينه على عقله.